أهلا بكم في هذه المحاضرة اللي راح نشرح من خلالها أداة مهمة تشرح الحقائب التدريبية والمحاضرات التعليمية باستخدام الذكاء الصناعي. وطبعا هذه الأداة هي منصة جم، طبعا منصة قوية جدا ورائعة جدا وتعمل باحترافية عالية. طبعا هذه المنصة بإمكاننا أن نغذيها باسم الحقيبة أو باسم الدورة أو الكورس، وطبعا هي راح تتكفل بإعداد المادة وتلخيص المادة ومن ثم إضافة المادة في العرض وتصميم المادة مع إضافة الصور وإكمال الإنفوغرافيك، ومن ثم بإمكاننا أن نقدم العرض أو نحمل العرض على شكل PDF أو PowerPoint لغرض التعديل عليه أو تقديمه بشكل مباشر. طبعا بعد ما ندخل إلى منصة جم راح نضغط على هذا الخيار اللي هو Sign Up For Free. طبعا راح يطلب من عندنا إنشاء حساب، بإمكاننا أنه نسجل عن طريق جوجل. بعد ما أنشأنا الحساب بإمكاننا بشكل مباشر نبدأ العمل، نضغط على الخيار اللي هو Create New AI. طبعا عندنا خيارين، عندنا Generate، عندنا هنا مجموعة من الخيارات، عندنا طبعا Presentation عرض تقديمي، عندنا Document بإمكاننا نسوي بحث أو تقرير، وعدنا ويب بيج بإمكاننا نصنع موقع إلكتروني باستخدام الذكاء الصناعي. راح نختار الخيار الأول اللي هو Presentation، وطبعا راح ننتظر شوية. راح يطلب من عدنا كتابة عنوان Presentation الحقيبة أو العرض. طبعا هنا المنصة تطلب من عدنا كتابة العنوان بأي لغة يعني يقبل اللغة العربية، مثلا راح يكون العنوان هو التأهيل الوظيفي وصناعة الفرص، ومن ثم نضغط على هذا الخيار. طبعا راح ننتظر الذكاء الصناعي بإنشاء المواضيع. طبعا في البداية راح يلخص لنا الموضوع إلى عناوين رئيسية أو فصول، وطبعا هذه هي العناوين والفصول اللي أمامكم. راح نضغط على Continue لتحويل هذه العناوين إلى شرائح عرض وطبعا تصميمها. راح يطلب من عندنا اختيار قالب، طبعا هنالك مجموعة من القوالب، كل هذه القوالب مجانية وبإمكاننا نستخدمها بشكل مباشر. مثلا راح نستخدم هذا القالب، ومن ثم طبعا نضغط على Continue، ننتظر بين ما يتم الذكاء الصناعي صناعة الحقيبة أو العرض. طبعا مثل ما نلاحظ راح يضيف الصورة، وطبعا الصور احترافية جدا، أيضا راح يصمم العناوين باحترافية مع الأخذ بالاعتبار بالمستويات. طبعا العنوان راح يكون بحجم خط والنص بحجم خط آخر، وطبعا راح يضيف لنا صاحب أو موعد العرض. مثل ما نلاحظ أنه عندنا العنوان، وطبعا عندنا تعريف التأهيل الوظيفي، مثل ما نلاحظ عندنا مجموعة من المواضيع، وطبعا مثل ما نلاحظ التصميم بشكل قوي جدا، وأيضا عندنا هنا طبعا صناعة الفرص، مثل ما نلاحظ أنه صور وطبعا عناوين، ومن ثم يبدأ بإنشاء الإنفوغرافيك، طبعا طرق صناعة الفرص الوظيفية، ومن ثم طبعا يكمل بقية مواضيع الكورس. ومثل ما نلاحظ عندنا هنا طبعا أمثلة عن نجاحات صناعة الفرص الوظيفية، مثل ما نلاحظ طبعا تصميم رائع وقوي جدا. أيضا في حال لو كانت المواضيع قليلة طبعا بإمكاننا أنه ناخذ واحد من هذه المواضيع، مثلا هذا هو الموضوع، وطبعا نذهب إلى الموقع مرة أخرى ونرجع نصنع عرض جديد بهذا الموقع بهذا العنوان، وطبعا نختار نفس القالب. راح ينشئ لنا تفصيل أكثر عن هذا الموضوع، بإمكاننا أنه نحمل الحقيبة الجديدة اللي أنشأناها وندمجها مع الحقيبة الرئيسية حتى يكون مفصلة أكثر. طبعا عندنا هذا الخيار اللي هو شير أو شير، عندنا هنا مجموعة من الخيارات، من ضمن هذه الخيارات عندنا Export، وطبعا عندنا Export PDF و Export PowerPoint. في حال لو حبينا نصدر الملف PDF أو PowerPoint راح نضغط إلى Export PowerPoint. طبعا ننتظر شوية بين ما يتم التحميل. طبعا تم تحميل الملف، بإمكاننا نضغط على هذا الخيار طبعا ونفتح الملف. جيد، راح نضغط على تمكين التحرير. إذا لاحظ أنه عندنا مشكلة باللغة العربية أو بالفونت بشكل عام، فنجي نحدد النص وفقط نغير الفونت، اختار فونت وليكن هذا الفونت، وطبعا مع تنسيق بسيط. أيضا بإمكاننا طبعا نغير الاتجاه
من اليسار إلى اليمين بشكل سهل. وطبعا بإمكاننا نعدل، بإمكاننا نحذف الباي مثلا بهذه الطريقة. وطبعا أيضا النصوص بإمكاننا أن نضيف نص إلى اليمين مثل ما نلاحظ. طبعا طبعا تعديلات بسيطة ممكن نضيفها، ممكن طبعا النص نكبره قليلا، وطبعا ممكن نضيف لون يعني يكون مثلا باهت وليكن هذا اللون. وأيضا طبعا بإمكاننا أنه نغير اللون ونتحكم بشكل كامل بالنص. طيب بنفس الطريقة عندنا العناوين الفرعية. طبعا طبعا بإمكاننا نحدد النص الأول ونضغط على كنترول نحدد النص الثاني والثالث. وطبعا راح نصعد إلى الأعلى ونختار مثلا هذا النص أو هذا الفونت. أيضا أكو علامة، طبعا هذه العلامة لأن الاشتراك مجاني راح يوضعها البرنامج، بإمكاننا أن نحددها وطبعا ديليت نحذفها من الشرائح. طبعا مثل ما نلاحظ أنه أصبحت عندنا شرائح جاهزة، فقط أنه نعدل النص نختار الفونت. وطبعا كل شيء راح يكون تمام وممتاز.